السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. يا شيخ عندي سؤال. ها شيخ، المعروف أن رسم أي شيء ذوات الأرواح هو حرام، إلا للضرورة، لكن إلا للضرورة. تمام، لكن يا شيخ إذا كان ليس للضرورة لكن في الأجهزة الإلكترونية، يعني في الشاشة الإلكترونية، هل هذا جائز أم لا؟ أنا ما أدري إذا كانت في حاجة دعت إلى ذلك أو ضرورة دعت إلى ذلك، لا بأس، غير ذلك لا تفعل. شكرا.